Salam alaikum, nous allons dire la première partie de la première chapitre des PCSVT. Liée à la consommation de la matière organique et fluide d'énergie. Donc, dans ce cours, nous allons savoir comment nous utilisons la matière organique, par exemple la glucose, ou nous transformons l'énergie. Donc, la cellule, pour nous faire la croissance, pour nous faire la باش تقدر انها تفونكسيوني خاصها ضروري من لينيرجي. دونك هاد لينيرجي هادي منين كتجيبها؟ من دي موليكيل اورغانيك. دونك لا سيلول خاصها لينيرجي سواء كان لو 2 سواء ما كانش لو 2، ضروري خاصها تحضر لينا لينيرجي باش اننا حتى حنا نقدروا نتحركوا. مثلا ابسط حاجه اننا نقدروا نتحركوا كي خاصها واحد لينيرجي كبيره. دونك منين تجيبها لينا غتجيبها لينا الا كان عندنا الاو 2 كتجيبها لينا من لا ريسبيراسيون سيلولير، لا ما كانش عندنا الاو 2 كنجيبها لينا من لا فيرمونطاسيون. دونك فاش كيكون عندنا الاو 2 يعني فواحد لو ميليو ايروبي كنديروا لا ريسبيراسيون سيلولير، الا ما كانش عندنا الاو 2 يعني فواحد الميليو انايروبي كنديروا لا فيرمونطاسيون. دونك في لا فيرمونطاسيون la respiration cellulaire, est-ce que nous avons la respiration cellulaire, c'est la dégradation totale liée à la matière organique. Donc, nous avons une matière organique et nous avons l'énergie qui est en train de se molécule organique. Ou nous avons des substances minérales, comme le CO2 ou l'H2O, qui sont en train de se faire de l'énergie. Donc, nous avons la respiration cellulaire qui est en train de se faire l'énergie اللي كتكون مخزنه لينا في هذيك موليكول اورغانيك. في حين لا فيرمونطاسيون لا، لا فيرمونطاسيون كيبقى عندنا واحد ديريفي دو برودوي، يعني كتبقى لينا واحد الموليكول اورغانيك و كتخرج لنا واحد الانرجي اللي كتكون لينا قليله، اللي كتكون لينا فابل. دونك قبل ما توقع لينا لا ريسبيراسيون ولا لا فيرمونطاسيون كندوزو من واحد المرحله اللي هي لا غليكوليس. دونك عندنا دو رياكسيون كيميك réversible caractérise l'ATP. يعني حنايا عندنا جوج ديال لي رياكسيون كيميك لي كي كاركتيريزيو لينا الATP. لا سينتيز ديال الATP يعني كنصايبو الATP و ليدروليز ديال الATP واننا كنهرسو هذيك الATP. كيفاش كنصايبو الATP؟ بار فوسفوريلاسيون دATP، يعني كنشدو الATP وكنزيدو عليه واحد الفوسفات. الADP اللي هو لادينوزين دي فوسفات، الATP اللي هي لادينوزين تري فوسفات، يعني كيكون عندنا واحد لادينوزين ولاصقين فيه ثلاثه ديال لي فوسفات. لادينوزين كيكون لينا واحد لادينوزين دي فوسفات لا الADP وواحد لادينوزين اللي فيه جوج ديال لي فوسفات. دونك فاش كنديروا لا سينتيز ديال الATP اشنو كنديروا؟ كنشدوا هذاك الADP اللي هو لادينوزين دي فوسفات وكنزيدوا عليه واحد البي اي وكتلصق مع بفعل واحد لينيرجي اللي كتكون جايه لينا من لا ريسبيراسيون. المهم واحد الانرجي اللي كتلصق لنا هذيك لا دي بي مع البي اي باش يعطينا لا تي بي، وهذا الشيء هذا كيتم لنا بمساعده واحد الانزيم اللي سميتو لا تي بي سينتيتاز، حنا نتعرفوا عليه من بعد. دونك عندنا ليدروليز ديال لا تي بي. ليدروليز ديال لا تي بي واحد لي رياكسيون كاتاليز بار لانزيم ا تي بي از. هنا ليدروليز ا تي بي از la synthèse ATP synthétase. Donc هذا الشيء هذا كليبر لينيرجي كيميك ستوكي دون لا موليكول ATP. بسبب هذا الشيء فاش كيتهرس لينا لا موليكول ATP كتليبر لينا هذيك لينيرجي اللي كتكون مخزنه لينا في الATP. ليبر لينيرجي ليبري devient disponible pour les réactions consommatrices d'énergie. هاد لينيرجي اللي كتحرر لينا كتولي لينا هي كتدخل لينا كتولي قابله انها تستهلك لينا، اننا نستخدموا هذيك الطاقه اللي فيها، يعني طاقه موجوده باش اننا نستهلكوها. دونك عندنا لادينوزين تريفوسفات، واحد لادينوزين فيه ثلاثه ديال لاصقين فيه ثلاثه ديال الفوسفات. الا بغينا نهرسوه نديرو ليه ليدروليز اشنو كنديرو؟ كنهرسو هاد لادينوزين كيعطينا ادينوزين دي فوسفات بليس واحد البي اي وكيليبري لينا كيحرر لينا واحد لينيرجي، وهاد لينيرجي اللي كيحررها لينا كتولي لينا
قابله ان لا سيلي تخدم بها نيشان. الا بغينا نصيبو لا تي بي كنشدو واحد لا دينوزين دي فوسفات واحد لا دي بي وكنلصقو معاه واحد البي اي بفعل هذيك لينيرجي اللي كتجي لينا من لا ريسبيراسيون مثلا. دونك وكنصايبو واحد موليكيل دا تي بي. دونك بالنسبه كما قلنا لا تي بي بلس اش 2 او كدينا ليدروليز ديال لا تي بي، لا دي بي كتعطينا لا دي بي بلس بي اي بلس اش بلس. والعكس الا بغينا نديرو لا سينتيز ديال لا تي بي كتكون عندنا واحد لا تي بي واحد البي اي واحد الاش بلس باغ اكزومبل واحد الاو موا حتى هي وكتعطينا واحد لا تي بي بلس اش 2 او. دونك pour obtenir l'énergie nécessaire à leur activité et leur développement, les cellules dégradent et décomposent les substances organiques riches en énergie, comme le glucose. Donc, cette cellule, باش انها دير لنا les activités اللي محتاجاهم على قبل الديفلوبمون ديالها. La cellule, هذيك الخلية, كديغرادي لنا et décompose les substances organiques, كتحلل لنا هذوك les substances organiques اللي هما ريش اون انرجي بحال الجليكوز مثلا. وهاد الشيء هذا كنسميوه ميتابوليت انرجيتيك. دونك عندنا دو فوا ميتابوليك بيرميت لا ليبراسيون ديال الانرجي ماغازيني دون لو جليكوز. عندنا جوج ديال لي فوا ميتابوليك اللي كيخليونا هاد الطرق الاستقلابيه اللي كيعاونونا باش اننا نجبدوا هذاك الانرجي ديك الطاقه اللي كتكون مخزنه لينا في الجليكوز. وهاد جوج ديال لي فوا ميتابوليك اللي هما لا ريسبيراسيون سيلولير ولا فيرمونطاسيون. دونك فاش نقولوا شنو هو لو فوا ميتابوليك، لو فوا ميتابوليك هو هذاك الطريقه اللي كنخرجوا بها الانرجي اللي كتكون مخزنه لينا في الجليكوز. دونك عندنا لا ريسبيراسيون سيلولير ولا فيرمونطاسيون. Donc la respiration cellulaire, je n'ai la respiration cellulaire, la respiration cellulaire se déroule obligatoirement en milieu aérobie. يعني ضروري ما خاص يكون عندنا لو 2 خاص يكون عندنا واحد ميليو ايروبي. Au cours de ce phénomène, في هاد العمليه هادي في هاد الظاهره هادي la cellule utilise l'O2. ضروري خاصها تستخدم لينا l'O2 pour la dégradation complète de glucose. باش دير لينا dégradation complète de glucose باش داك الجلوكوز يتحلل لينا بشكل كامل وكيبقى لينا منو غير CO2 H2O اللي هما دي سيبستانس مينيرال دي بور لينيرجي اللي ما فيهمش لينيرجي. فين لا فيرمونطاسيون، لا فيرمونطاسيون اللي كتكون لينا في دي ميليو انايروبي يعني ما كتستخدمش لينا الO2 وهي كدير لنا لا ديكومبوزيسيون ديال الجليكوز دي مانيير انكومبليت يعني ما كتهرش لينا الجليكوز بواحد الطريقه كامله يعني كيبقى لنا واحد الغيزيدي اورغانيك اللي هو سوا سواء الكول ايثانول سواء واحد لاسيد اللي هو اسيد لاكتيك وبطبيعه الحال كيخرج معاه واحد الريزيدون مينيرال. بالنسبه لا فيرمونطاسيون الكوليك كتخرج لنا واحد سي او 2 ولكن في لا فيرمونطاسيون لاكتيك ما كتخرجش لنا يعني كيعطينا غير واحد الريزيدي اورغانيك بوحدو. دونك اول حاجه قبل ما ندخلو لا ريسبيراسيون سيلولير لا الفيرمونطاسيون غير خصنا ضروري ندوزو من واحد المرحله اللي سميتها لا غليكوليز. فهاد الغليكوليز هادي في لا غليكوليز اشنو كنديرو؟ كنشدو هذاك الغليكوز وكنحولوه لاسيد بيوريفيك. دونك لا ريسبيراسيون سيلولير ainsi que la fermentation débute par une étape commune اللي هي لا غليكوليز. cette étape se déroule dans le cytoplasme. هاد ليتاب هادي كتكون لينا في السيتوبلازم ديال لا سيلول يا اما ديالوبلازم يا اما سيتوزول على حسب النوعيه ديال لا سيلول. و ما كتستخدمش لهاد لي رياكسيون هادو هما دي رياكسيون انايروبي يعني ما كيستخدموش لينا الO2. باش اننا ندوزو باش ندرسو لا غليكوليز ضروري غير خصنا نعرفو واحد دي كوبل ديال الريدوكس اللي هما الان ا دي بلس ان ا دي اش اش بلس والاف ا دي بلس اف ا دي اش 2 كي جو un rôle important dans les réactions de la libération d'énergie emmagasinée dans les substances organiques. هادو هما عندهم واحد الدور مهم فانهم يستخرجوا لينا الطاقه اللي كتكون لينا في واحد سيبستانس اورغانيك. هادو راه هما سو سون دي ترانسبورتور دينيرجي سو فورم ديليكترون دو بروتون. ainsi ces molécules passent continuellement de la forme réduite
à la forme oxydée et l'inverse. يعني هما كيبقاو دائما كيتحولوا من لا فورم اوكسيدي لا فورم ريدوك ديالهم باش انهم يقدروا انهم يعاونونا باش نديبريو باش نجبدوا هذيك الانرجي اللي كتكون لينا في لا ماتير اورغانيك. حنا في الدرس هذا غادي نتعرفوا مزيان على الدور ديالهم من بعد. دونك دابا باش ندخلوا في لي زيتاب ديال لاغليكوليز. لاغليكوليز هي واحد السيري ديال لي رياكسيون كيميك شاكين ديال اي كاتاليزي par un enzyme spécifique. يعني كل ايتاب ديال هاد لاغليكوليز كيكون عندها واحد لونزيم سبيسيفيك على قبل شي حاجه. دونك اون بو راسومبلي سي رياكسيون كيميك ان 3 ايتاب اسونسييل اللي هما هادو اللي غادي نشوفوهم دابا. دونك باش نشوفو لاغليكوليز لاغليكوليز ولا لا ديغراداسيون ديال لاغليكوز كيفاش كتكون عندنا. دونك كيكون عندنا واحد الغليكوز C6H12O6 qui est ici de carbone. Gadi nhawlou l'acide pyruvique li fih 3 ديال le carbone. Donc atana jouj ديال molécule ديال le pyruvate ou l'acide pyruvique. Donc اول حاجه طبيعه الحال حنا كما قلنا بلي لا سيلول كتحتاج لينا l'ATP باش دير لينا اي حاجه. Donc اول حاجه في اول étape في la glycolyse هي la consommation d'ATP. دونك لا تي بي كتستهلك لينا كتدخل لينا واحد الموليكيل د تي بي وكتفيكسي لينا واحد الفوسفات على هاد الجليكوز باش كيولي عندنا جليكوز سي فوسفات. هاد السيس هادي جي ا الكربون النيميرو ديال الكربون اللي كيلصق فيه الفوسفات. دونك الفوسفات كيمشي لنا الكربون نيميرو 6 وكيلصق فيه كيولي سميتو جليكوز سي فوسفات. دونك كتخرج لينا ا دي بي وبمساعدة واحد الانزيم كيتحول لينا هاد الجليكوز لفريكتوز وكيولي في فريكتوز سي فوسفات. كتدخل لينا واحد لا تي بي وحده اخرى كتفيكس لينا واحد الفوسفات اخر كيولي عندنا فريكتوز ان سي فوسفات. يعني فريكتوز عندو واحد الفوسفات في الكربون نيميرو 1 وفوسفات واحد اخر في الكربون نيميرو 6 يعني فريكتوز ان سي دي فوسفات. دونك خرج لنا واحد لا دي بي. هنا كيولي عندنا واحد الجليسيرالديد. هاد دي هاد البي دي ا دي اش ا كيتحول لينا بمساعده واحد الانزيم من البي جي ا. دونك كنوليو كنقولوا باللي راه هاد الفريكتوز ان سي دي فوسفات كيتحول لينا كيتحول لينا البي باردون هاد لو فريكتوز ان سي دي فوسفات كيتحول لينا لجوج ديال الاسيد غليسيريك ولا الغليسيرات فوسفات. دونك هاد البي دي اش ا كيتحول لينا حتى هو البي جي ا يعني الغليسيرات فوسفات مساعده هاد الانزيم هذا. دونك كنقولوا بلي الفريكتوز 1 سي دي فوسفات كيتحول لينا لجوج ديال البي جي ا جوج ديال الغليسيرات فوسفات. هنا كيدخل لينا واحد البي لا رياكسيون و كيدخل لينا واحد الان ا دي بلس. من مورا هاد المرحله هادي كيوليو كيوقعوا لينا جوج ديال رياكسيون باراليل. دونك فيما كنقولوا بلي راه كيدخل لينا مثلا هنا بي راه يدخل لينا واحد البي واحد اخر في البي جي ا مثلا الاخر كيعطينا جوج ديال البي جي ا كل واحد كيدير لنا هاد رياكسيون هادو ديالو بوحدو. دونك هنا دخل لينا ان ا دي بلس خرج لينا ان ا دي اش اش بلس يعني حيدنا واحد لي بروتون حيدنا جوج ديال لي بروتون. هنا كيبقى عندنا ان 3 دي فوسفوغليسيرات كيدخل لينا لا دي بي. هنا غادي تبدا لنا مرحله ديال اننا لا سينتيز ديال لا تي بي. دونك كتدخل لينا هاد لا دي بي غتاخد لينا واحد الفوسفات من هنا و غادي تخرج لينا ATP غادي يبقى لينا يتحول لينا 3 فوسفات غليسيرات. هاد 3 فوسفات غليسيرات بمساعدة واحد الانزيم غادي تحول لينا يعني هاد البوزيسيون ديال الفوسفات اللي غيكون لينا في كربون نيميرو 3 يتحول لينا الكربون نيميرو 2 غيولي 2 فوسفو غليسيرات غيحرر لينا واحد الموليكيل دو غيتحول لينا الفوسفات انول بيريفات غتخرج لنا واحد لا دي بي تخرج لنا واحد البي اي. دونك هاد الفوسفات هذا ما غاديش يبقى هنا
و غادي يصايب لينا جوج ديال لي اسيد بيريفيك ولا جوج ديال لي بيريفات اللي هما دو سي اش 3 سي او سي او اش. دونك حنا ما غاديش نعقلو ما غاديش نعرفو كلشي هادشي اللي واقع، غادي نعرفو غير هاد يعني العوارض الكبار ديال هاد لا غليكوليز ديال هاد لي رياكسيون هادو. دونك غادي نقولو بالبروميير ايتاب اللي هي لا فورماسيون ديال لو فريكتوز دي فوسفات avec la consommation d'énergie. طبعا هاد المرحله الاولى ضروري نديرو لا كونسوماسيون دينيرجي، ضروري نستهلكو طاقه. لو غليكوز فيكس ان غروبمون فوسفات issu de l'hydrolyse des molécules ديال l'ATP et devient glucose phosphate qui est lié à glucose phosphate. Ce dernier هاد الغليكوز فوسفات هذا كي فيكسي لينا واحد الجروبمون اخر ديال الفوسفات وكيتحول لينا بمساعده واحد الانزيم كيولي لينا فريكتوز دي فوسفات. هذه هي ليطاب الاولى. ليطاب الاولى هي لا الفورماسيون كنصايبو الفريكتوز دي فوسفات وكنكونسوميو لا تي بي. دونك هذاك الجليكوز كي فيكسي لينا واحد الفوسفات كيولي سميتو جليكوز فوسفات، مورا هاد الجليكوز فوسفات كيتحول لينا الفريكتوز اوكي يفيكسي لنا واحد الفوسفات واحد اخر كيولي فريكتوز دي فوسفات. في لا دوزيام ايتاب غادي نديرو لا فورماسيون ديال لاسيد غليسيريك دي فوسفات. دونك هذيك الموليكيل ديال فريكتوز دي فوسفات اللي غادي نجيبوها من ليطاب الاولى غادي تقسم لينا لجوج ديال لي سيكل اللي فيهم 3 ديال لو كربون. هادشي كامل كان فيه 6 ديال لو كربون، دابا نوليو نهضروا على 3 ديال الكربون اللي سميتو هاد الموليكيل هذا هاد السكر هذا اللي فيه 3 ديال الكربون سميتو غليسيراليد فوسفات. هاد الجليسيراليد فوسفات شاك موليكيل ديال هاد السكر هذا كتفيكسي لنا واحد الجروبمون فوسفات اي سوبي لين اوكسيداسيون. دونك كتليبيري لنا واحد الالكترون وواحد البروتون كي سون فيكسي بار اي موليكيل ديال ان ا دي بلس اللي كتهجرهم لنا هاد ان ا دي بلس كتحرر لنا الان ا دي اش اش بلس. على سويت دو سي رياكسيون فتتمه ديال هاد الرياكسيون هذا الجليسيراليد فوسفات كتحول لنا الاسيد غليسيريد دي فوسفات. دونك لا ثالثيام ايتاب اللي هي لا سينتيز ديال لا تي بي. اخر مرحله عندنا اللي هي لا سينتيز كيفاش كنصايبو لا تي بي، لا فورماسيون داسيد بيريفيك وكنصايبو لاسيد بيريفيك. دونك شاك موليكيل من هاد لاسيد غليسيريك دي فوسفات كتصيفط لينا واحد دو غروبمون فوسفات ديالها لهذوك لي موليكيل ديال الا دي بي باش كيتحولوا لينا الاتب. دونك كيعطيونا في المجموع 4 ديال لي موليكيل داتب و لا ترانسفورماسيون ديال الاسيد غليسيريك دي فوسفات كيتحول لينا الاسيد بيريفيك. دونك عندنا هاد لي كات، عندنا هنا كنشوفوا باللي راه صيبنا 4 ديال لي موليكيل ديال الاتب. هادوك 4 جوج كيمشيو لينا مع هاد الجوج هادو اللي كيدخلوا لينا في الاول. دونك كيمشيو لينا هاد الجوج مع الجوج اللي كيخرجوا لينا في لهنا لتحت في الاخر ديال الرياكسيون كيبقاو لينا جوج في الاخر. دونك هادشي هذا البيلون ديال لا غليكوليز. لا غليكوليز هي واحد سيكسيسيون ديال الرياكسيون ديال لوكسيدوريديكسيون ديال الجليكوز. الغليكوليز هي واحد سيري ديال الرياكسيون ديال لوكسيدوريديكسيون ديال الجليكوز اللي كتكون لينا في السيتوبلازم. هاد لا رياكسيون شنو كيكون فيهم؟ فيهم لوكسيداسيون دي موليكيل دو غليكوز، كتبقى ليهم لوكسيداسيون ديال الغليكوز كي سو في ديغرادي بور برودوي جوج ديال لي موليكيل ديال الاسيد بيريفيك. هاد الغليكوز كتصايب لينا كتحول لينا كديغرادا لينا وكتعطينا جوج ديال لي موليكيل ديال الاسيد بيريفيك. ريديكسيون دو دو موليكيل ديال ان ا دي بلس كيتحولوا لينا الان ا دي اش اش بلس، ولا سينتيز ديال جوج ديال الموليكيل د تي بي. وهاد ال تي بي جوج ديال الموليكيل د تي بي اللي هي اللي كنسميوها البيلون انرجيتيك ديال الغليكوليز. دونك فاش غيسولونا اشنا هو لو بيلون انرجيتيك ديال الغليكوليز غنقولوا ليه هو جوج ديال الموليكيل ديال لا تي بي. دونك اون بو ريزيمي لو بيلون جلوبال ديال لا غليكوليز كوم سويت. غادي نقولوا بلي دخل لينا واحد الغليكوز اللي هو سي 6 اش 12 او 6 وعطانا جوج ديال سي اش 3 سي او سي او اش اللي هو جوج ديال الاسيد بيريفيك، مساعده ديال جوج ديال الان ا دي اش بلس عطا وخرج لينا ان ا دي اش اش بلس، و جوج ديال ا دي بي بلس جوج ديال بي اي
كاع يعطيونا جوج ديال لا ا تي بي. دونك فاش كنقولوا هاد الار ولا ار بريم يعني كنقصدوا بها الان ا دي بلس ولا الان ا ولا الاف ا دي بلس. الار بريم ار بريم اتش 2 ولا ار اتش 2 اللي هما الان ا دي اتش اتش بلس ولا الاف ا دي اتش 2 يعني هما لي ترانسبورتور. هادي لا بروميير بارتي ديال الدرس اللي هضرنا فيها على لي غليكوليز. لا دوزيام بارتي غادي نهضروا فيها على لا ريسبيراسيون سيلولير. لا ثروازيام بارتي اللي غنديروا فيها لا فيرمونطاسيون لوندمون انرجيتيك ديال ديال هاد الدرس هذا ديال لا ريسبيراسيون سيلولير ولا فيرمونطاسيون. غادي نكونوا كملنا الدرس في 3 بارتي.